أبو غريب أو أبي غريب مدينة عراقية ومركز قضاء تقع في محافظة بغداد غرب العاصمة بغداد شرقي مدينة الفلوجة، وتعد 80% من مساحة قضاء أبو غريب عبارة عن أراض زراعية تقطنها العشائر الكبيرة في العراق. أبو غريب مثل ما يقول مدينة متجانسة بعشائرها، عشائرها قديمة، القديمة اللي كانت منها البعامر وزوبع وبني تميم، هاي العشائر القديمة بنشو أبو غريب. أبو غريب كانت مثل ما يقول قرية قرى، بعدين صارت ناحية بالأربعينات، ومن صارت ناحية ارتبطت بالكاظمية، من الكاظمية ظلت فترة طويلة وبعدين استقلت صارت ناحية وحدها، وانتقلت أبو غريب للأنبار ب88، بعدين ب90 رجعت إلى بغداد، استقلت ناحية أبو غريب وصار بها قضاء تطورت أبو غريب. العشائر مثل ما قلنا اللي بيها بن تميم وابو عامر وزوبع، هاي العشائر الكبيرة، فبقية العشائر الأخرى بعدين جت عشائر أخرى، لأنه أبو غريب بالثلاثينات الأربعينات كانت محدودة. أبو غريب كانت مثل ما قلت لك قرية، وبعدين تحددت العشائر كثرت. أبو غريب بعشائرها متعاونة متجانسة متصاهرة متعاونين فيما بيناتهم. يعود تاريخ تأسيس مدينة أبو غريب إلى العهد الملكي في عام 1944 للميلاد. قضاء أبو غريب كان فيما سبق ضمن نطاق محافظة الأنبار، إلا أنه فيما بعد تم تحويله ليصبح تابعاً لمحافظة بغداد عام 1990، وقد تم ضم جميع مناطق قضاء أبو غريب الجنوبية كمنطقة الزيدان إلى قضاء الفلوجة، ويوجد في شمال هذا القضاء أقسام لجامعة بغداد، جامعة بغداد الهندسة الزراعية وجامعة بغداد الطب البيطري، وقد اختير هذا الموقع لهذه الأقسام نظراً لكثرة المناطق الزراعية ولكثرة تربية المواشي. أبو غريب بصراحة كانت قرى، مجمعات قرى، هاي حي تبدي منا إلى المرسلات حوالي 7 كيلوات، هاي بني تميم، وكان حسن السيل الشيخ ساكن هنا بأبو غريب، وتوزعت قطع وزعها قسم وزراء الملوك، وزراء كانت الدولة الملكية. وبعدين من قلت لك من تحررت السقوط من صار السقوط توحدت العشائر ووكوة وكوة واحدة ضد الإرهاب، والعشائر الموجودة أغلبها بني تميم وزوبع ومثل ما يقول بعامر، وبيانا عشائر أخرى الشيحة والبحمدان والهواية، مجموعات العشائر وكل أطياف العشائر موجودة بأبو غريب، لأنه من صار 58 ثورة 58 الأراضي انخذت من الشيوخ ووزعوها وجت جميع العشائر ساكنة هنا صارت بينا. أبو غريب مدينة زراعية صناعية ثقافية، والدليل على ذلك الجامعات المتواجدة الكليات في أبو غريب من العهد الملكي، كلية الزراعة وكلية البيطرة، هاي أنشئت بالعهد الملكي. هذه النقطة الأولى. وهناك عندنا مكتبة المثنى العامة اللي تأسست 1960، هذه حاضنة ثقافية وصرح ثقافي تملك حوالي تواجد بها 12,000 كتاب، وخرجت أساتذة وعلماء وفقهاء وفلاسفة بجميع العلوم، سواء الفلسفة أو علم النفس أو الاجتماع أو التاريخ أو الجغرافيا بما شئت. وأما جانب الشعراء والأدباء، هناك شخصيتين أدبية تملك الشعر النبطي احنا نسميه، وهو شعر البدوي، شخصية من بني تميم عباس المرحوم، عباس من البريشة، هذا التميمي، والملا رواد الله يرحمه كذلك شاعر بدوي من قبيلة الزوبع. Thank you.
تعرضت المدينة في حرب الخليج الثانية وفي بداية احتلال العراق في حرب الخليج الثالثة عام 2003 للميلاد لهجوم عنيف ولقصف شديد خلف العشرات من القتلى والجرحى. العشائر الرئيسية في أبو غريب هم أبو عامر وبني تميم وزوبع، وباقي العشائر هم أحلاف أو سكنوا فرادى في هذه المنطقة طلباً للعيش والعمل فيها. وأما موقف عشائر أبو غريب من جانب الاحتلال البريطاني لا يغيب عن الجميع. هناك من قاوم الاحتلال الإنجليزي من عشائر زوبع متمثلة بالشيخ ضاري أبو سليمان، وبني تميم متمثلة بالشيخ سلمان كاظم الأسود شيخ بني تميم في أبو غريب. ولا يغيب عن الخاطر أن عشائر أبو غريب رغم تنوعها العشائري والعقائدي هناك بينهم علاقة مصاهرة قوية ولا يبالون للمعتقد المذهبي. أبو غريب نسيج اجتماعي متجانس يتألف من 48 عشيرة أطلق عليها اسم قبيلة أبو غريب. من صارت الهجمة الداعشية على قضاء أبو غريب وقفت كل الحمايل الموجودة هنا في قضاء أبو غريب سنة وشيعة، وقفت رجل واحد تحت مسمى قبيلة أبو غريب. الشيعي يدافع عن شيعيته والسني يدافع عن سنيته، وحتى المسيحي وياهما يدافع. ليش؟ لأنه هاي التسمية صارت خيمة غطت الكل، غطت كل قضاء أبو غريب في كل مفاصل 48 عشيرة اسمها قبيلة أبو غريب. فإحنا هنا متجاورين متصاهرين متآخين كبني تميم. دخلنا قضاء أبو غريب سنة 25، من دخلنا هنا لزمنا الحدود إحنا وزوبع متحاددين، فأطلقوا على بني تميم رجال الحد أنا ذاك في ذاك الوقت. فإحنا من ذاك الآن لحد الآن باقين، وبالاحتلال العثماني من جانب الاحتلال العثماني قسم الأراضي. إحنا كانت كل تميمي عنده خمس فدن، الخمس فدن يساوي 100 دونم، فتقسمت على الحمايل الأخرى اللي دخلت عاد ويا بني تميم ويا البعامر ويا زوبع، دخلت عدة عشائر. فهذه العشائر بالتقسيمة مال أستن من جهة أستن قسم الأراضي العراقية. فهسه وين تروح تقول أريد مثلا القطعة الفلانية أطلع الاحتلال العثماني باسم من كانت، يحولوك على نظام أستن، نظام أستن بتركيا، تروح تطلع نظامك منك وتجي القطعة باسم من في ذاك الوقت. ثورة العشرين منبعها الأصلي من الفرات الأوسط بتوجيه من الفتوى المرجعية في النجف الأشرف آنذاك، وامتدت إلى المناطق غرب بغداد، ومنها من قادة الثورة مثل ما تفضلت الشيخ ضاري الزوبعي، وكذلك الشيخ علي المعادي التميمي من قادة الثورة العشرين. وهذه تشير إلى الروايات التاريخية وليس الروايات الشفوية. فها شخصيتين أبو غريب قامت ضد الاحتلال البريطاني، وكل هذا الحدث بتوجيه من المرجعية بالنجف الأشرف. وطبعا منبع الثورة هي قلنا الفرات الأوسط. نعم ضاري المحمود أحد قادة الثورة العشرين في المناطق الغربية، وكذلك علي المعادي التميمي من مشايخ وأمراء بني التميم، زعماء بني التميم العفو وليس أمراء، معنا شخصية تاريخية قبلية أحد قادة الثورة العشرين. وحدث حادث في سكة القطار اللي عند الكاظمية، وأخذ علي المعادي مجموعة من المجاهدين آنذاك إلى سكة القطار وحاولوا أن ينقلوا القطار. بذاك الوقت عملوا فد عملة يعرقلون بها سير القطار المحمل بالمؤونة الإنجليزية في ذلك العصر.
يوجد قرب المدينة زقورة عجرغوف التي تأسست من قبل ملك الكيشيين غوريغالزو الأول في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت تعتبر عاصمة الكيشيين وانتهت أهميتها بعد سقوط سلالة الكيشيين. وتحتوي الزقورة على المعابد المكرسة لآلهة السومريين فضلاً عن القصر الملكي، وليس من السهل الحفاظ عليها من آثار التقادم الزمني والاندثار. ويبلغ ارتفاع الزقورة نحو 170 قدماً أي 52 متراً. زقورة عجرغوف تقريباً بنيت في عهد ملك الكيشيين، وهي تحتوي على ثلاث سلالم. بنيت كمعبد وكمعلم ثقافي وحضاري، وهذا يعتبر إرث إلى مدينة أبو غريب. أما امتداد أبو غريب من الناحية الغربية تحدها مدينة الفلوجة، من الناحية الشمالية تحدها قضاء التاجي، ومن الناحية الجنوبية تحاط في مدينة اليوسفية. بدءاً كانت أبو غريب قرية صغيرة، ثم تطورت إلى ناحية أبو غريب وناحية التاجي تابعات إلى قضاء يسمى قضاء الكاظمية. تطورت إدارياً ومعمارياً فأصبحت قضاء مستقل، قضاء يحتوي على دائرة أحوال مدنية وكل التفاصيل التي يمتلكها القضاء. أكرم بنهر أوله من الأنبار وفي صحن الكرخ تاليه. هذه مقدم على أبو غريب، تشير إلى نهر أبو غريب التاريخي. ولكن لما نستدرج الواقع التاريخي لأبو غريب هي ما قبل التاريخ أو ما قبل الميلاد. هذه الزقورة طبعاً تشير إلى بأن هاي المدينة مدينة أثرية قديمة ما قبل الميلاد مثل ما قلنا، وهناك آثار أخرى حوالي 30 أثر أو آثار في قضاء أبو غريب، منها تنقبت ومنها بعدها تحت التنقيب. هاي الأولى. أما نستدرج التاريخ إلى العصر العباسي، كان نهر عيسى اللي يمتد من الفلوجة أو نهر الفرات ويصب في الكرخ، وهذا سموه نهر عيسى إلى أحد العباسيين. هذا النهر اندثر طبعا وحل مكانه في زمن الدولة العثمانية نهر أبو غريب اللي قبل مدحة باشا. ويشير لهذا لذلك الشاعر صالح الزيني يقول مثل ما قلت البيت الأول، طبعا إشارة تاريخية بأن أبو غريب نهر أبو غريب نهر تاريخي كذلك، بالإضافة إلى الآثار الموجودة في جميع أبو غريب. كانت زقورة عجرغوف مركزاً تجارياً لعدة قرون، حيث كانت تمر بها قوافل الإبل والتجارة على الطرق الحديثة. ويعتبر موقع الزقورة أحد المواقع المفضلة للنزهة من قبل العوائل البغدادية، خصوصاً في العطل ويوم الجمعة. وقد بني مبنى متحف صغير بقربها في عام 1960، وأنشئ لتقديم الخدمات لزوار الموقع، وهو الآن مهمل. وبسبب قرب موقع زقورة عجرغوف إلى العاصمة بغداد، فقد مكنها ذلك من أن تصبح من الأماكن والمواقع العراقية التراثية الأكثر شهرة وزيارة. مدينة أبو غريب عرفت بطابع أبنائها الذين اتجهوا إلى الإبداع العلمي، فقد أنجبت لنا العديد من الأسماء الإبداعية التي تألقت في فضاء الإبداع العراقي. ويأتي على رأسهم الكاتب والمؤرخ رضا حمزة العاشور التميمي، كذلك رفدتنا بالباحث عبد الحسين فياض المساري، والكاتب والباحث مهند محمد صالح، فضلاً عن الأستاذ في علم التصنيف المكتبي خالد عبيد حسين. أما في الإبداع الفني فقد عاش في هذه المدينة المبدعة الفنان الكبير الشهيد أمطشر السوداني،
الذي فقد حياته جراء العمليات الإرهابية التي طالت العديد من المدن العراقية. وفي جانب فني آخر، فقد أعطتنا هذه المدينة الخطاط المميز مجيد الجبوري. أما في المجال الإعلامي والأدبي، فقد رفدتنا المدينة بالإعلامية المتألقة حذام إسماعيل العبادي والشاعر الشعبي أحمد الخالدي. كثيرة هي الأسماء الإبداعية التي أنجبتها مدينة أبو غريب، فهي كغيرها من مدن العراق مدينة نابضة بالإبداع. أبو غريب متفاهمة ومتعاونة، ومشاكلها هي اللي تحلها. أبداً إحنا ما تاجينا الدولة أن تحل مشاكلنا. أي مشكلة تصير عشائر، حتى أطلقنا مجلس قضاء أبو غريب، وأنا أضم مجلس قضاء أبو غريب. أبو غريب عشيرة واحدة، عشيرة أبو غريب، ما قلنا لا تميم ولا فلان وفلان، وكنا متوحدين في سبيل خدمة هذا البلد، سواء قوات أمنية سواء عشائر، كنا نخدم هذا البلد ونحرر بلدنا من الطامعين به. بلدنا طبعا كلها طامعة به، لأنه صاحب خيرات، وخصوصا أبو غريب. يعني كان السلة الزراعية لبغداد، كان يعني أبو غريب كان سلة زراعية، بعدين صار صناعية، جت كلية الزراعة، جت كلية الزراعة، وجي معمل البان، وجي معمل الكونكريتي، وجيت المنتجات هاي الإنشائية كلها ذني، وبعدين اتجردت منهن. تعتبر أبو غريب سلة بغداد الزراعية، وذلك لكونها تحتوي على مجموعة من الخضار وأراضي زراعية، لكون يوجد فيها نهر أبو غريب الذي يمتد من نهر الفرات، هذا جعلها أراضيها خصبة وتساعد في الزراعة. كذلك تعتبر أيضا منطقة صناعية لكثرة المصانع فيها، كمعمل ألبان أبو غريب الذي بني في فترة الخمسينيات، أكبر معمل في الشرق الأوسط، ومعمل بلوك أبو غريب كذلك المصانع الفولاذية، وتحتوي على العديد من المصانع. أيضا تعتبر أبو غريب زراعية وصناعية في نفس الوقت، وثقافية وتاريخية. تميزت مدينة أبو غريب بالعديد من المهن، يأتي في مقدمتها الزراعة، إذ عرفت أغلب أراضيها بخصوبتها، مما حدا بأهلها إلى استثمارها في زراعة أغلب المحاصيل الزراعية التي زودت المدينة والمدن القريبة منها. يضاف إلى ذلك أن المدينة تميزت بطابعها الصناعي، حيث تنتشر فيها العديد من المصانع الكبيرة، من ضمنها مصنع ألبان أبو غريب. كذلك عرفت هذه المدينة بالمهن المكتبية والحرف اليدوية والعديد من المطاعم والمقاهي، فضلاً عن محال الألبسة والمكاتب العقارية. يوجد أيضاً في أبو غريب حي صناعي، يوجد فيه العديد من الحرفيين والصناعيين، صناعة السيارات، صناعة الحديد، صناعة الفولاذ والصلب، ومعامل الأدوية، ويوجد فيها حرفيين متعددين الوظائف والأصناف، بالإضافة إلى معامل الأدوية، هذا هم عنصر جيد يؤدي إلى استقطاب المواطنين. إحنا نناشد عن طريق العراقية، ونشرف بوجودها، توصل صوتنا أن يشغلون المعامل حتى الناس العاطلة تشتغل. زين، كلية الزراعة هاي إحنا نستحضرها مثل ما يقول تاريخنا، انقلوها على بحجة الأمن. الأمن ليش الأمن؟ زين، المطار بتدها، كان حولهم المطار. فإحنا ناشدكم أن يعودون هذني وشغلون المعامل حتى الناس الأيدي العاطلة تشتغل، حتى مثل ما يقول تخدم بلدها. ليش يصرفوا الرواتب والناس قاعدين؟ فمن خلالكم الناشد السيد رئيس الوزراء أن يشغل هالمعامل وينظر عين الأبوة، وحتى الناس تشتغل وتعيش أحسن، تلتهي بالعمل أحسن ما تلتهي بغير سوالف. أي واحد يجينا ينضم ضمن هاي القبيلة نقول له حياك الله وأهلا وسهلا. بس أكو موضوع واحد آخر اللي هو قضية الخدمات. أنا اليوم من جيت وسعت قضاء أبو غريب وسويت بهاي المجمعات كلها، وقطبت علي هاي الناس من بغداد من المحافظات الأخرى وجت سكنت أبو غريب. أنا أريد خدمات لهاي الناس،
نفس الخدمات مالتي اللي هي خدمات المي خدمات الكهرباء نفسها هي توزعت إلي وللخدمات الأخرى أو المجمعات الأخرى، فلذلك قامت ما توفي بالغرض المطلوب. لا إحنا اللي محصلين مي ولا إحنا اللي محصلين كهرباء، فعليه نطالب من دولة رئيس الوزراء مثل ما بنى وطور وإن شاء الله جاي يطور بالعراق هو وخطوته جبارة إن شاء الله، وإحنا كنا مساندينا. نريد الخدمات في قضاء أبو غريب أول بأول تنشئ قبل ما ينشئ المجمع. كثيرة هي المهن التي يمتهنها أبناء وبنات مدينة أبو غريب العريقة.